يعمر الشيبه. شلونك انت وابن عمك؟ منيح يا ماما، منيح، عم يعاملني منيح. انا بعرف انه عم بيعاملك منيح، بس قصدي يعني شلونك انت وياه؟ انت وياه يعني فهمتي علي؟ ايه يعني يا ماما، يعني الحمد لله. خير يا ماما؟ صاير شي؟ احكي لي، انا امك، لا تخبي عني شي. شبكي تقبريني؟ شو صاير بينك وبين جوزك؟ شو بدي اقول لك يا مو؟ اقول لك انه من يوم اللي تجوزنا انا وياه هو عم ينام على الارض وانا عم نام على التخت لحالي. شو هالحكي لك بنتي؟ ايه يا مو، مثل ما عم تسمعي. من يوم تجوزنا انا وياه وانا وياه مثل الاخوات. وليش هيك عم يعمل؟ يا مو انت بتعرفي ليش غريب تجوزني؟ ليش يا مو؟ غريب تجوزني لأنه بس بده يستر علي، ما له فرحان فيني. غريب يا مو كان بيحسن يتجوز وحدة أحسن مني وأحلى مني بمئة مرة. مو عم ياو رايح شرفة. بس يا بنتي هالشي ما بيجوز. معلش يا مو معلش، أنا رضيانة، رضيانة هيك. رضيانة؟ أي يا مو أي رضيان. إذا هو هيك بده أنا رضياني، كتر خيره، رضي يتجوزني ويستر علي، عسى ما انفضح بين الناس بالحارة كلها. لك تقبري قلبي يا عمري أنت، لك تقبري قلبي. الله لا يوفقه اللي كان السبب ويحرمه نور عيونه. يا عمري أنت، إن شاء الله بكرة الله بيفرج علينا. كملي تقبريني، كملي. يلا كملي، بدنا نلحق الطبخه لابوكي. شو عم تحكي ام سعيد؟ هلا من وقت ما تجوزوا لهلا كل واحد عم ينام لحاله؟ هي عم بتنام على التخت وهو عم بينام على الارض، عايشين بالاوضه مثل الاخوات. حسبي الله ونعم الوكيل. اضرب عليه، قلبه محروق كثير. بس كمان كتر خيره يلي تجوزها وستر عليها، يعني كتر خيره لهالشاب. الحمد لله رب العالمين. بس لقلي احنا لازم نقول له اذا كان ماله حاببها لهالبنت يطلقها. يطلقها؟ لخ ايه، تجوزها وعمل معنا معروف، خلينا نرد له معروفه. حطي صوتك بلا ما بنتك تسمعك عم تحكي بهالمصيبه. يا ام سعيد، غريب شب اي بنت بالحاره بتتمناه، وهو من حقه يتجوز وحده تكون بتشوف ويعيش حياته مثل ما بده، وحقه كمان ياخذ وحده يعني ما صار معها اللي صار معها. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني معك حق. مظبوط كلامك يا أبي، مظبوط. وليش لحتى يعيش مع وحدة عمياء ما بتشوف؟ كتر خيره يلي ستر علي. يا رب خدني وريحني، ريح أمي وأبي مني ومن عذابي، ريح غريب مني. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب، ريحني. يا ميت اهلا وسهلا فيك يا ابو سعيد، البيت بيتك، ايمتى ما حبيت تعال. الله يديم هالبيت واصحابه يا رب. الله يخليك، الله يبارك فيك. شو ابو سعيد؟ كانه في حكي بتمك. والله يا ابو عامر انت مفضل علي من راسي لاساسي. الله يعمر بيتك ويستر على حريمك، ما بكفي سترت علي وعلى عيلتي. لا يا رجل لا، استغفر الله، نحن اهل. بنتك بنتنا وشرفها وعرضها فوق راسنا. الله يعمر بيتك يا رب ويخليك ويديمك فوق راسنا. كمل ابو سعيد كمل. بصراحة أنا جاي لعندك مشان تقول له لغريب يطلق بنتي. طلق بنتك خير إن شاء الله يا ابو سعيد، بدر منه لغريب شيء مو منيح لا سمح الله. أعوذ بالله، لا والله، والله الرجل أحسن منه. لكن مشان شو بده يطلق؟
بصراحة يا أبو عامر حاسس إنه غريب بنتي انفرضت عليه فرض وهو لا حاببها ولا طايقها. ليش عم تحكي هالحكي يا أبو سعيد؟ والله يا أبو عامر خجلان شو بدي أقول لك، بس يعني بصراحة غريب عايش هو بنتي مثل الإخوات. قصدك يعني إيه إيه، وأنا بصراحة يا أبو عامر يعني عم بقول لك غريب ما قصر معنا ابنه، وحقه يتجوز أي وحدة تانية يعني وحدة تليق فيه عن ما قال لي، وما صار معها مثل ما صار مع بنتي. طب هو حكى لك شيء؟ شفت منه شيء؟ لا والله لا والله، عم بقول لك يا أبو عامر والله الرجل أحسن منا. معناتها خلاص طويلة هالسيرة، غريب ما حيطلع إلا إذا هو حكى بعد مثل سنة. بس يا معلم خلاص أبو سعيد اعمل اللي عم بقول لك عليه، وبالنسبة لغريب اتركوا علي. اتركوا علي يا رب دخيلك، حاجة تعذبني أكثر من هيك؟ أنت بتعرف إنه أنا مظلومة يا رب، ريحني إذا في خير إله قربوا مني وقربني منه، وإذا في شر إله بعدنا عن بعض على أهون سبب. يا رب يا رب. أنا عارفة أنا إيش كنت عم بظلمك معي يا رشيدة، يا رب سامحني وبيدي، أعرف إنها مظلومة وما دخلها بالشي اللي صار معها، بس ما عم أقدر أقرب منها، في شي جواتي عم يبعدني عنك يا رشيدة، سامحيني. يا غريب، غريب مرحبا عليك. عودة عمي عودة، عاوزك بكلمتين. انت شلونك؟ الحمد لله معلمي. هي الحمد لله عمي، بدي اسألك كم سؤال بس بدك تجاوبني بصراحة، ما بتخبي علي شيء. لا يا معلمي، انت بتعرفني انا من يوم يومي معك دغري بخبي عليك شيء. بعرف اللي عمي، كيف وضعك انت وحرمتك؟ قصدك رشيدة؟ ليش انت كم وحدة متجوز؟ طبعا رشيدة، احكي لي مرتاح معها؟ عادي معلمي عادي. شلون عادي؟ انت وضعك معها كيف؟ مرتاح؟ بصراحة احكي غريب، اعتبرني مثل اخوك الكبير. واعز والله يا معلمي، اساسا انا ما قلي بهالدنيا حدا غيرك. احكي عمي احكي. معلمي أنا ما عم أقدر. لا ليه؟ لأنه ما بتشوف. لا يا معلمي، هي القصة من رب العالمين، بس شو؟ طول ما هالواطي فلتان أنا ما عم أقدر أقرب له. قصدك كامل يا معلم، كامل ما في غيره، هو اللي مستقصدني وهو اللي علق الكرش على باب بيت عمي أبو سعيد. معك حق، على كل حال إلا ما لنقطوه ناخذ دارنا منه ولا يهمك. شو بتحب اطبخ لك اليوم ابن عمي؟ كفو معلم، ولا ما يعلق بين يدي. لا تخاف، رح نمسكه ونحاسبه، بس المخلوقة ما لزم، انت لازم تعاملها مثل ما بيعامل الرجال حرمته، حرام. ما بقدر معلم، ما بقدر شوفها لرشيدة مرتي الا لحتى القطه لكامل واخنق بايدي هي. يعني انت مانك مفكر تطلقها؟ طلقها؟ لا معلم، رشيدة ما إلها ذنب، رشيدة مظلومة، ما بدي زيد عليها أكثر من هيك. اللي عم يصير معي هو غصب عني يا معلم، مو بإيدي. فهمت عليك، خلص عمي خلص، أنا وعدتك إنه نكون شو نحاسبه، الله يهدي البال. أنت بدك تطبخي رشيدة؟
ايه طبعا انا، لكن شو جاي عبالك تاكل اليوم؟ قلي وانت شو بتعرفي تطبخي؟ يلي بدك يا اي شيء، انت بس امور وشوف الطبخه اللي رح اعمل لك اياها شو طيبه. يعني مثلا انت بتعرفي تساوي طباخ روحه؟ طبعا بعرف، ما هي اسهل اكله اصلا. معناتها رح ذوق اليوم من تحدياتك. ان شاء الله ابن عمي، رح تاكل اطيب طبخه ان شاء الله. بجيب لك شيء معي وانا راجع؟ لا ما بدي غير سلامتك يا ابن عمي، تروح وترجع بالسلامة. إذا بدك بجيب لك معي شوية قلوبات تسلي بالسهرة. مع مين بدي اتسلى يا حسرة؟ خلص ابن عمي روح، الله معك، بس امشي نكسر السفرة سوا أنا وياك قبل ما تطلع.